أحسن الله إليكم. الأخ أحمد من أبها أيضا معنا على الخط، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. كيف حالكم يا شيخ صالح؟ تفضل. عليكم السلام. حياكم الله وبارك. يا شيخ أنا أخذت عمرة، فكنت أثناء الطواف ناخذ ربطة على ركبتي لأني مصلح عملية في الركبة، وكان ضروري وجودها لأني كنت أخشى على ركبتي والله، وتوي سويت العملية، فما أدري هل هي من المخيط؟ نعم. بس كذا أخذ نعم. أعد السؤال وارفع صوتك تفضل مرة ثانية. أخذت عمرة؟ هي أخذت عمرة وكان فيه ربطة على الركبة بس مشد يشدها عشان يفكر أنه مسوي عملية في الركبة، وأنا أطوف واسعة. طيب. وهذا المشد على ركبتي. واضح السؤال، تفضل يا شيخ صالح. يقول أنه أخذ عمرة وهو محرم بالعمرة وعلى ركبته ربط. نعم يا شيخ. أو لفافة. نعم يا شيخ. أو لفافة طبية. نعم يا شيخ. نعم، إذا كانت مخيطة، إذا كانت هذه اللفافة وهذه الرباط مخيط دائري على الركبة، فإنه يكون عليه فدية، يخير فيها بين إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة في الحرم والإطعام في الحرم، أو صيام 3 أيام مخير فيها. أما إذا كانت هذه اللفافة ليست مخيطة وإنما هي مدارة من غير خياطة على الركبة فليس فيها شيء، والحمد لله. الحمد لله. نعم.